شو بك؟ ليش مزعوج؟ مالي مزعوج بس مشاكل الشغل أكيد ما رح أحكي فيه هون ببيتي اللي لازم أرتاح فيه. لا أبداً حبيبي، أساساً أنا ما بحب سيرة الشغل، أنا بحب بس أنت تجي على البيت شيل كل هاي الهموم عنك ورجعك تاني يوم الصبح جديد من جوا ومن برا. شو هذا أسلوب جديد؟ وين ما تعلمتيه؟ مو متعلمته، موجود فيني بس انت ما بتشوف كتير، يمكن مو شايف فيني غير يلي انت حابب تشوفه. شو شايف فيكي؟ زوجة للبيت والولاد، ولها دم ياكل وما لها دم يحكي. وعلى فكرة هذا أسهل شي ممكن أعمله، صدقني مو صعب، بس رح تقفل حياتي مثل كل يلي عم تشوفهم متزوجين حواليك من أهلي ومن أهلك. بصراحة أنا ما بحب لهي القصة. هلا كل اللف والدوران لحتى ترجعي تحكيني بقصة الشغل؟ لا أبدا، كل يلي عم شوفهم ناجحين عندهم شغلهم ورغم هيك مو مبسوطين، بس أنا ما بحب شوف حبيبي وزوجي مزعوج من أي شيء وحاسة إنه عندي شيء بقدر ساعده فيه. بشو بدك تساعديني؟ أنا بعرف شو ناقصك حبيبي، بعرف الشغلة اللي ما عم تعرف تلقطها لتمشي الأمور كلها مثل ما بدك. شو هي؟ كل الناس بتقارنك بأبوك، بتعتبر يلي أنت فيه كله إنجازه، انت عم بتضيع كل شي عمله، والغرور يلي فيك ما عم بيخليك تعرف تركز على شغلك منيح، بس بدك تهرب من انك تشبه ابوك. والمشكلة انك كل ما عم تهرب عم تقرب اكتر، شوي شوي رح تلاقي حالك شريطه عم ينعاد. سكري على هالسيرة هلا خلص، اسمعني للآخر وانسى كل شي وبلش انت جاد المنذر. صدقني وقت الكل رح ينسوا المقارنة، رح تصير انت الحديث الشاغل لكل الناس. والله مالك قليلة يا بنت ابو هيثم، انت بس استشيرني وشوف شو لازم اعمل. العيلة والهيبة والنفوذ لازم تحققهم كلهم لترجع تسيطر على كل شيء، لازم الكل يعمل لك هيبة وحساب. هلا انت شايفتيني بلا هيبة؟ انتو بتخوفوا الناس لتكسبوا احترام، وهون المشكلة، بالخوف فيك تكسب ولاء الناس بس ما فيك تكسب محبتهم. فيك تاخد كل شي بدك اياه بس غير الاسلوب، نظف شغلك من جوا، لا تقلد حدا، استرخي وكون انت ولا تخاف من اي مقارنة. يخرب بيتك، شو هاد؟ لك وين كنت مخبي كل هالشي؟ ما عم صدق انه هذا الحكي كلياته طلع منك انت. مالك قليل بنوت.